بجد اولا لازم تكون موهوبه، عندها الموهبه، مش عافيه يعني. مش تلبس بدله رقص وتقول لك انا راقصه، لا لازم تكون موهوبه. لان ايه معناها؟ ايه الفرق بين الاجانب وبيننا؟ ان انا ببتكر الحركه، انا بقدر اطلع بخلق مني حركات عشان ياخدوها يتعلموها. جوايا موهبه بطلعها بشكل غير الناس كلها ما بتطلعه. ليا لون معين بعمله، يبقى صبح ليا شخصيه معينه بعملها، حتى ما بقلدش حد من بدايتي، ما بقلدش حد يعني. ما قلتش اقول انا خليفه مين او زي مين او مين من الراقصات القدام او مين الراقصات الجداد، لا. هو ليا شخصيتي لوحدي، ويمكن دلوقتي طبعا بيقلدوني. بتترجم الميوزك، بتخش المزيكا الودان وبتطلع من الودان من الجسم، بتطلعها. فده شيء مهم جدا، مهم جدا، مش اغنيه انا حافظاها وبطلعها، ده جسم بيطلع.